بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة آل عمران يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يبقى إذن هناك التقاء للجمعين فيه مشقة وفيه كلفة فيه رهبة فيه تعرض للموت، الإنسان مجبول على الخوف لكنه يستطيع أن يتغلب على خوفه بالتدريب والتربية واستحضار المعاني، فبعضهم لم يفعل هذا فلما رأى هذا البلاء تولى، وتربية لأولئك وجذبا إليهم إلى حظيرة الطاعة وإلى حظيرة الإيمان وإلى حظيرة المجاهدين مرة أخرى نسب الأمر ابتداء إلى الشيطان، إنما استزلهم الشيطان. لكنه نبههم أن الشيطان عندما استزلهم وتسلط عليهم لم يكن ذلك إلا من تقصيرهم ومعصيتهم، وهم الذين شجعوه لأن يستزلهم. ولذلك يجب على الإنسان أن يتمسك بالطاعة وأن يبتعد عن المعصية وأن يسد موارد الشيطان. إن الشيطان يخاف منك يا عمر، سيدنا عمر لأنه كان جد، كان جدا في الجاهلية وكان جدا في الإسلام. ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينصر الإسلام به قوة، وكان قويا في كل شيء، كان قويا في جسده وكان قويا في إيمانه. ولذلك نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاحم الناس في الطواف. سيدنا عمر 3 متر طوله، 3 متر تقريبا، لأنه كان إذا مشى رؤي من وراء حائط كأنه يركب فرس وهو ماشي على رجليه، فيبقى شايفينه كده كأنه راكب فرس. فقيس الفرس وضيفها إلى ركوبة الإنسان هتجد أنه 3 متر. كان سيدنا عمر أصلع وكان أحول، فيه حول كده في عينيه، وكان أيسر أي أعصر، يعني يكتب بإيد اليمين وبإيد الشمال ويحارب بالإيد اليمين وبالإيد الشمال. تخيل بقى واحد كده 3 متر وأصلع وفيه حول وجد كده، هو اتركني أقتل هذا المنافق يا رسول الله، هيمسكوا يفعصوا كده هو. وسيدنا رسول الله يهدي كده هو، يهدي سيدنا عمر ويقول انه يحب الله ورسوله. لا بس سيبك من الحكايه دي، ايد سيدنا رسول الله ده سيد الخلق اللي يسيطر على واحد زي عمر ده، يعني ده مسيطر عليه، ده هو يقول له لا يا عمر، لا يسكت. وكان وقافا عند حدود الله، وهو بقى بيطوف سيدنا رسول الله قال له لا تزاحم الناس فإنك قوي، قوي، في حين أن آخرين لم يكونوا بهذا الجسم ولا بهذه القوة. فسيدنا أبو ذر كان ضعيفا، كان ما يأكلش كتير واكتفى بماء زمزم مدة وهو يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ضعيف كده هو. قال يا رسول الله ولني إمارة كذا. قال يا أبا ذر إن فيك ضعفا، ما تتولاش الحاجات دي، ابعد عنها. ولذلك سيدنا أبو ذر بعد النبي ما نصحه وإيمانا منه قوم ياخد بعضه ايه
وينكمش في نفسه كده، فيقول له تعيش وحيدا وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامة وحيدا. وقد كان صلى الله عليه وسلم، ده صحابي رضي الله عنه وده صحابي رضي الله عنه، اللي أخطأوا دول صحابة رضي الله عنهم، وده صحابة اللي ما أخطأوش وراحوا جهدوا رضي الله عنه. يبقى بيعلمنا كل دول صحابة كرام، بيعلمنا ان احنا ما ناخدش الناس بذنوبها وتقصيرها. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ رد عليه قال له ايه؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط عليه الصلاة والسلام. بس اما كل الناس، كل احد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر الشريف. الإسلام علمنا كده. قالوا احنا ملاحظين برضو في مناهج التعليم بتاعتكم ان انتوا بتعظموا الصحابة جدا. قلنا له ما، وبنقول سيدنا أبو ذر وسيدنا عمر وسيدنا نعيمان وسيدنا المغيرة بن شعب وسيدنا أبو بكر وسيدنا علي، بس مش كلهم على مستوى واحد. ده فيهم الخلفاء الحنفاء الراشدون الذي قال فيهم رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وفيهم من ينسى نفسه ولكن ربنا قد رضي عنه. ومن هنا يقول ربنا ولقد عفى الله عنه. ده مين اللي بيقول؟ الله. ده لنا ولا انت ولا حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ده مباشرة تتلوها في المحاريب وانت بتقرأ، تقرأ غصب عنك، ها؟ مالكش، ما تعرفش تحذفها، تعرفش تعمل اختصار وتحذفها كده، لا. ولقد عفى الله عنه. ليه؟ بيعلمك، بيقول لك بقى تخلق بأخلاق الله. والله غفور، شوف التانية بقى، حليم مش رحيم. موجود غفور رحيم، لكن دي لا، غفور حليم. فخليك حليم. فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. يبقى ربنا بيحب ايه ورسوله صلى الله عليه وسلم بيحب ايه؟ بيحب يخليك حليم كده. وايه كمان؟ وتتأنى. فقدنا في كثير من كتابتنا الحلم والأناة. تلاقي مفيش أناة، تعجل الحق الصحافة بكرة هتخرج، الحق اكتب لك مقالة، تص مقالة. طب وفي يوم القيامة هتعمل ايه يا حلم؟ هتعمل ايه يوم القيامة؟ ما انا بأمر بالمعروف وانهى عن منكر. طب وفين الحلم والأناة؟ ما انت تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لازم دي من صفات الأمة. إنما بالحلم والأناة، فين بحثك؟ ما تعبتش نفسك ليه ونزلت تحقق علشان تعمل التحقيق الصحفي حلو كويس، أو البرنامج التلفزيوني حلو كويس؟ يبقى كل دي مسؤولية نسأل أمام الله عليها. والله غفور إيه؟ حليم. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.